مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من عربود وجديد الاخبار الفنيه. الهام ازيك؟ مساء الخير يحيى، مساء الخير حضراتكم، وخلينا نبدا حلقه الليله. شاكيرا تشعل الانستغرام فيديوهات ناريه. تويدا عطيه تحتفل بحملها حصريا في عربود. اغلى حدا حيكون بحياتي قريبا ان شاء الله. احمد السقا صعيدي في رمضان 2019. رانيا يوسف وغاده عبد الرازق سيئات الحظ في الزواج. عربود يرافق غادة رجب حصريا اثناء تسجيل اغنيتها الجديده. انا النهارده في الاستوديو جايه برضو بغني غنوه تانية اسمها مستحيل. الزواج قسمة ونصيب، هذا رد تقليدي بنسمعه من بعض النجوم بعد انفصالهم، ويظهر أنه نصيب بعض النجمات ما أنصفهمش في حالات زواجهم. ده حقيقة، الهام من آخر الأسماء دي يمكن كانت الفنانة رانيا يوسف، واللي أعلنت مؤخرا خبر انفصالها عن زوجها رجل الأعمال طارق عزب. بس أنا ما اخترتش الدور ده، أنا بلعب الدور ده غصب عني. رانيا في أول تعقيب ليها نشرت على إنستغرام صورة لخبر انفصالها، وكتبت في تعليقها عليه: بكل حب وود واحترام، تم الانفصال بيني وبين زوجي بعد زواج استمر 6 سنوات، قدر الله وما شاء فعل. الحاجة اللي بتتهشني في رانيا هي الطيبة المؤذية لي. الانفصال ده هو الثالث في حياة رانيا بعد انفصالها عن زوجها الأول المنتج محمد مختار والد بناتها. احتياج للسن الكبير، انه والدي طول الوقت كان رجل عسكري وما كانش موجود في البيت خالص. وانفصالها عن زوجها الثاني رجل الاعمال كريم الشبراوي بعد شهور قليله من زواجهم، ووصل الامر بينهم لنزاع في المحاكم. هو دايما تبقى الجوازه الثانيه السريعه دي بتبقى الفخ. النزاع في المحاكم كان هو نفس النهايه اللي انتهت بيها علاقه المطربه الشعبيه بوسي مع زوجها ومدير اعمالها السابق فطين، واللي اتهمها في دعاوي قضائيه بتحرير شيكات بدون رصيد، ولسه النزاع القضائي مستمر بينهم. فيهم حسسوني لما دمر فيا كل وجه على قلبي الضعيف. مش بس بوسي ورانيا يوسف اللي انتهت زيجاتهم بالفشل، لكن كمان غادة عبد الرازق اللي كان ليها اكتر من تجربة زواج انتهت بالانفصال. انا لو وقعت البيت كله هيقع معايا. وكشفت غادة عبد الرازق عن سوء حظها في الزواج خلال لقاء ليها مع الاعلامي عمرو الليثي. ربنا ما بيديش كل حاجة. هو يعني انت تعتبري ناجحة في الجواز ولا فاشلة في الجواز؟ لا، مش ناجحه في الزواج. رانيا يوسف، بوسي، وغادة عبد الرازق نجمات ما ابتسمتش ليهم الحظ في زيجاتهم، لكن اكيد التوفيق كان من نصيبهم في تحقيق نجوميه كبيره بعالم الفن. خليهمش يشوهوا صورتي في عينك. ممكن نقول مثل ما ذكر في التقرير انه غادة عبد الرازق، رانيا يوسف وبوسي لم يكن عندهم حظ في الزواج، او انهم لم يوفقوا بالرجل اللي قدرهم فعلا. الهام دايما بتحط الحق على الراجل، مع ان الموضوع اسمه نصيب. عشان كده بنشوف ان في فنانات ركزوا في شغلهم قوي على حساب حياتهم الشخصيه، زي الفنانه غاده رجب. يحيى، احنا كنا مع غاده اثناء تسجيل اغنيتها الجديده في الاستوديو حصريا، وكانت فرصه انه نعرف سبب ابتعادها عن الساحه. يا ليت هي اخر اغنيات غادة رجب الخليجيه، واللي قدرت من خلالها تحقق نجاح كبير. الاغنيه اهتمت بيها الصحف الفنيه، وكمان نشرت غادة بوست الاغنيه على انستغرام وكتبت: يا رب تعجبكم. الحمد لله، انا يعني اتفاجئت بانه الشغل عمل صدى بالمنظر ده، وان شاء الله كمان الحاجات اللي هتنزل يعني اللي بعد، يا ليت ان شاء الله كمان تنال نفس النجاح يا رب. يا ليت سبق الأغنية دي أغاني خليجية تانية تألقت فيها بشكل كبير، وحققت أغنية زي يحتاجني أكتر من 3 مليون مشاهدة على يوتيوب. عملت جو حلو قوي في الخليج، يعني كلمات شاعر دانيال وألحان الفنان نبيل الغانم وتوزيع الفنان محمد عبد الحميد. يحتاجني رغم الظروف الجسية، يحتاجني. بعدها نزلت يا زين، هي ستايل تانية خالص، كلمات سمو الأمير خالد بن سعود الكبير وألحان نبيل الغانم وتوزيع محمد عبد الحميد. يا زين وشبيك على مواليك بالصبت ولا هاشري كويني.
حاليا بتسجل غادة في القاهرة أغنية خليجية جديدة. أنا النهاردة في الاستوديو جاية برضو بغني غنوة تانية اسمها مستحيل، برضو كلمات سمو الأمير خالد بن سعود الكبير وألحان الفنان نبيل الغاني وتوزيع الفنان محمد عبد الحميد. وكشفت لينا كمان عن أغنيتها المصرية الجديدة. أما خلاصة من فترة طويلة أغنية اسمها كل الحب ده، كلمات شعر أمير طعيمة وألحان وتوزيع محمد عاطف الحل. وبعد نجاح تجربتها التمثيليه مع محمد صبحي، يا ترى ممكن تكرر التجربه تاني؟ انا ما عنديش اي مانع خالص، يعني بعد تجربه استاذ العملاق محمد صبحي قدر ان هو يطلع مني حاجات انا شخصيا ما اعرفش انها موجوده. انا فاهمه ان انا يعني ما بعرفش امثل ودمي تقيل ففجاه طلعت بنت من العشوائيات وانا شخصيا بحب الدور ده جدا. رجعوني عليك لاي أيوة يا رايقة. خليكم معانا لان بعد الفاصل كيف اختارت رويدة عطية الاحتفال بحملها؟ انا دخلت بالرابع بشهر الرابع. وانطلقت الاستعدادات لمسلسلات رمضان 2019. شاكيرا تنافس مباريات كاس العالم. جاميروكواي في موازين. Music has made a lot of people happy. قررت المغنية ليزا ماغي إحياء تاريخ والدها المغني الأسطوري إلفيس بريسلي اللي توفى من أكثر من 40 سنة، وهذا من خلال أغنياته التي لم يتم طرحها للجمهور عن طريق إضافة صوت عليها كديو غنائي يجمع بينهم في تجربة غنائية فريدة من نوعها. بتخطط ليسا ماري لضم الديو يلي بيجمعها بولدها إلفيس بريسلي إلى ألبوم الغنائي القادم المقرر طرحه شهر أغسطس، وهو الألبوم يلي أنتجته بنفسها بالتعاون مع جويل وانشانكر وأندي تشايلدز. بالإضافة لذلك فقد أعادت بالفعل أداء أغنية No One Stands Alone يلي غنيها إلفيس بريسلي سابقاً بالستينات، واعترفت ليزا أنه هالأغنية من أحب الأغاني إلى قلبها. كما عبرت عن شعورها تجاه تجربة الغناء مع ولدها بأنها تجربة قوية ومؤثرة للغاية بحياتها. نتمنى النجاح لليزا وبانتظار سماع الديو يلي بيجمع بصوت ملهمنا إلفيس بريسلي. ومن رسالتنا في موازين لينا لقاء مميز مع المجموعة البريطانية جاميروكواي اللي شاركت في الدورة السنة دي من خلال حفله اللي شارك بيه على منصة السويسي. جاميروكواي المتخصصة في موسيقى الفانك والبوب والإلكترو كانت رفقة أيقونته جي كي. دي كانت تحية جي كي مؤسس ومغني جاميروكواي الرئيسي للجمهور المغربي الكبير واللي راح مخصوص لمنصة السويسي عشان يشوفوا فرقتهم المفضلة لأول مرة. وكانت المفاجأة في وصول أغاني جاميروكواي للجمهور العربي بالشكل ده، فمعظم الجمهور كان متفاعل جدا مع أغانيهم اللي حملت ذكرياتهم من عام 92 اللي تأسست فيه الفرقة، منها You Give Me Something و When You Gonna Learn. I think the music is you know, music has made a lot of people happy. You know, there's a, you know, it's a sort of unique thing. I think people, if they like your voice and they like the lyrics and they relate to it and they associate with it, then I think that, you know, and I think the kind of thing that, you know, the kind of thing we do is the kind of thing that does go internationally.
جي كي قدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغاني الجاز اللي تميزت بيها جاميروكواي من بدايتها، وطبعاً اتعود الجمهور منه على التقاليع الجديدة اللي بيرتديها وبيقدمها كمان على المسرح، وكان من نصيب مهرجان موازين القبعة دي. I used to get a lot of stuff made and done for me, and I still have my own style and my own thing. But it's just the amount of time to get these things made and get them done. And then now it's summertime. If you go into Europe and do the festivals, it's really, really hot. And wearing this stuff is like, you know. جاميروكواي بتغني من أجل المتعة ونشرها بين الناس، وده اللي صرح بيه جي كي أكتر من مرة. لكن إزاي بيتعامل مع الشركات التسويقية والمنتجة والقيود اللي بتفرضها واللي ممكن تقلل من الوصول لكافة شرائح الجمهور؟ It's a difficult question. I don't know. I have to be honest. I think some of the things that go on, the marketing and things, are different to how I would do them. There's sometimes, and there's been known to be quite a lot of conflict between me and the, you know, the companies, as it were, about how things should be done. You know, I'm not a great fan of doing interviews and things. You know, I think I like doing, you know, like everything. I like doing the music and I like doing the performing. Some of the other bits I don't like so much. أكيد كلامه ده بيعكس أسباب نجاح مبيعات جاميروكواي واللي بلغت أزيد من 35 مليون ألبوم عبر العالم، وبيفسر أيضاً نجاح اللقاء الأول بينه وبين جمهور المغرب واللي أكيد مش هيكون الأخير. Well, I would say thank you very much, Shakran, for liking the music and supporting us. So, thank you. بعد الفاصل، أمير كرارة يخلع بدلة الضابط من أجل مسلسل تاريخي، شاكيرا غاضبة رغم حفلاتها الناجحة في أوروبا، رويد عطية تكشف حصرياً لعرب وود لمن قدمت أغنيتها تعا في حفلها بموازين. هتكون لا زين. بدأت التحضيرات بدري جدا لمسلسلات رمضان 2019، حتى ان بعض النجوم اعلنوا عن اعمالهم الجديده في الشهر الفضيل. ومن النجوم اللي اعلنوا عن اعمالهم هذه السنه يوسف الشريف وامير كراره ومحمد هنيدي واحمد السقا. انا صراحه حاسه انه لسه بكير شوي، لكن بالتوفيق للجميع. أحمد السقا اللي ظهر في إعلان لإحدى القنوات التلفزيونية بيأكد خلاله مشاركته في رمضان 2019 بمسلسل دراما الصعيدية. أنا الصعيدة نار جاي، ما تخافش. المسلسل هيكون من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي، وهو أول مسلسل للسقا بعد مسلسل الحصان الأسود في 2017، خصوصاً إنه فضل الغياب عن دراما رمضان الماضي. هلو، خلاص يا باشا، خلاص، يلا. كمان غاب يوسف الشريف عن دراما رمضان الماضي لانشغاله بتصوير فيلم بني آدم، لكنه هيرجع في رمضان 2019 بمسلسل من الحارة. المسلسل من إنتاج تامر مرسي ومن المتوقع يكون من تأليف عمرو سمير عاطف، اللي تعامل مع يوسف الشريف في معظم أعماله ومنها مسلسله الأخير كفر دلهاب في 2017. أما أمير كرارة فبعد نجاح مسلسل كلبش 2 في رمضان الماضي قرر تقديم شخصية جديدة غير شخصية الضابط من خلال مسلسل بطابع تاريخي في رمضان اللي جاي. وهيواصل أمير تعاونه مع نفس صناع مسلسل كلبش المؤلف باهر دويدار والمخرج بيتر ميمي.
كمان قررت شركة العدل جروب المنتجة لمسلسل أرض النفاق تقديم جزء جديد منه، خصوصا بعد إبداء محمد هنيدي موافقته على الفكرة بعد نجاح العمل اللي تم عرضه في رمضان الماضي. انت بقيت مفترية ليه كده يا حمد؟ ايه الضرب ده؟ مش قادر هموت منك. نور بقى شاكرين يا سوساي. السقا، كرارة، يوسف الشريف وهنيدي، أربع نجوم أشعلوا المنافسة بشكل مبكر جدا في دراما رمضان 2019. مر مهرجان بياف هذا العام في دورة جديدة عادية، على الرغم من أن كل سنة بيثير ضجة من ناحية التكريمات وأسماء النجوم الكبيرة الموجودة. صحيح كان في نجوم زي أنغام، حكيم، لطيفة، ملحم زين، وائل كفوري، بس كل حاجة عدت بشكل عادي، وده رغم أناقة الحفل واللي سبقه اعتذار هيفا اللي كان محط سخرية البعض على مواقع التواصل الاجتماعي وكأنها بتقلد مريم فارس في الاعتذار عن المناسبات العامة. رغم التخوف من انتقال مكان إقامة مهرجان بياف من الزيتونة بي إلى ساحة النجمة في وسط بيروت، إلا أن الانتقال ده جيب بشكل موفق للمهرجان في دورته التاسعة واللي بتحمل اسم العالمي عمر الشريف. Named the legend عمر الشريف. وبشكل مفاجئ هيفاء وهبي اعتذرت في اللحظات الأخيرة عن الحضور عبر حسابها بتويتر في محل محلها الفنان ملحم زين الذي تم توجيه الدعوة ليه في آخر لحظة. إذا بدك نقطة مضيئة للبلد كله بوسط بيروت عم ينعمل، هذا الشيء مهم كتير بعد الفترة اللي قطعت على كل المحيط المشتعل، وهذا المهرجان مهرجان محبة ومهرجان ليوصل لكل العالم أنه البلد بألف خير. وقدم الجائزة لزميله وائل كفوري حيث تصادف وصولهم في الدقائق الأخيرة قبل بدء الحفل. كان للإعلامية ريمان جيم حضور قوي وتم اختيارها كمقدمة للمهرجان للسنة الثانية على التوالي. أسمع دقات قلبك بيروت أسرع من دقات الساعة. وبروحها الحلوة راحت لطيفة بنفسها للفانز بتوعها. انت مثل ماما يا عمري، انت حبيب قلبي. كمان قطعت حديثا صحفيا لما شافت جارها في تونس عشان تسلم عليه. ايه ده جاري في تونس؟ توفيق المجد توفيق. هذه ساحة النجمة اللي تاريخها كل العالم ما بتعرفه، اليوم بتعمل فيها اكبر مهرجان. بتمنى كل الساحات العربية يكون فيها تظاهرات فنية زي البياض. اما الفنانة انغام فكانت اخر الواصلين الى المهرجان وكرمتها الفنانة لطيفة ووصفتها قائلة: نجمة مصر الأولى أنغام. Thank you، شكراً وميرسي ليكوا، أهلاً وسهلاً ومبروك للبياف وعقبال كل سنة. ومن الإعلاميين اللي تم تكريمهم كانت لميس الحديدي من قبل توني خليفة، وأكدت أنها سعيدة بالتكريم ده من بلد الحرية. إن أنا أتكرم هنا في لبنان هذا يعني الكثير الحقيقة. وحرصت على التواجد بالمهرجان الفنانة اللبنانية نورهان واللي بتعتبره من أهم المهرجانات. بمجرد ما أنه بيفنق على ساحة النجمة هذا شيء كتير منيح، لأنه ساحة النجمة هي بيروت، هي لبنان. ومن أبرز المكرمين كان الفنان التركي خالد أرغنش الشهير بالسلطان سليمان، واللي خطف الأنظار هو وزوجته الفنانة برجوزار كوريل بمجرد وصولهم لمقر الحفل. Beirut International Awards Festival for inviting us here and giving us this beautiful award. It's my honor. توقفت الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي عند إطلالات النجمات في مهرجان بياف وللكل بيستناها من السنة للسنة، لكن كان الملفت إطلالة أنغام اللي استغلت وجودها في بيروت وعملت نيو لوك. مقدمة الحفل ريمان جيم ظهرت بإطلالة رائعة فستان أسود من توقيع نيكولا جبران. كتير مبسوطة بالفستان، تعرف فيري حب أوقات الناس بينتقدوا المفستين، أنا بقول لازم المرأة تكون مرتاحة بالفستان بس. وشعر توني مندلق وميك اب رولارياشة وإبرام المجوهرات اللي كتير حلوة. أما أنغام فكان ليها إطلالة مختلفة تماماً لأنها استغلت فرصة تواجدها بلبنان وعملت نيو لوك جديد. فستاني من زياد نكد، مكياجي رولا رياشي، شعر توني مندلق. وعايز أشكر خليل الزين أنه ساعدني في الطلة. الإعلامية لميس الحديدي شفناها بإطلالة مختلفة كتير جداً عن المعتاد. أيوة تغيير بقى شوية، ما أنا جاية هنا بلد الموضة وبلد الحلاوة كلها، فلازم طبعاً كنت ألبس يعني مختلف. وتألقت لطيفة بفستان أزرق سماوي من وقت دخولها على الريد كاربت، فحبينا نعرف أكتر عن إطلالتها. اليوم زياد نكد
المصمم العالمي ورفيقي يعني من زمان احنا مع بعض، بول كوستانتونيون الميك اب، فيكتور كيروز الشعر، ودانيا سولي الجولري، الستايلست الرائعه نبيله جرالا. وارتدت نورهان جامب سوت ذهبي رائع من تصميم مازن طالب. هلا الاطلاله صايره كثير سهله بالنسبه لي لانه وراي المصمم الازياء مازن طالب، دائما عم بلبسني كل شيء منيح ودائما بلبيني ما شاء الله عليه، والميك اب والشعر طه ومجو دائما طبعا مثل العاده. ميرسي لك لانه شايفتيني حلوه. اما مادونا فتالقت بفستان مميز زين بالمجوهرات. شكرا كثير لكم اطلاله من مصمم الازياء الي فارس، اكيد بحط تاتش مادونا بالاخر. واختارت ستيفاني صليبة فستان ذهبي ومزين بالريش على الكتفين من توقيع المصمم نجا سعادة اللي كان موجود معاها على الريد كاربت. حلو بستيفاني انه بتعرف شو بدها وبتعرف شو بيلبق لها، يعني هذا الشيء كتير بيساعد المصمم الازياء لحتى يعطيها الاجمل كمان طبيعة الحال، هي اسمها عليها كل شيء بيلبق لها. بدي اقول ثانك يو لفادي المندلع يلي دائما بتهتم بالهير ستايل ميك اب جوليا، بدي اقول ثانك يو لتوفانك جان كرمال الجولرز. خليكم معانا لان بعد الفاصل هويدا عطيه تكشف هديتها لابنها زين حصريا في عربون. اغلى اغلى حدا حيكون بحياتي قريبا ان شاء الله. شاكيرا تدافع عن نفسها والاتهام سياسي. حققت حفلات شاكيرا في ايطاليا وفرنسا نجاح كبير على الرغم من انها كانت في نفس توقيت كاس العالم، وكانت فرحانة جدا لدرجة انها نزلت فيديوهات اثارت ضجة على الانستجرام وهي مع الفانز. بس في حاجة زعلتها رغم فرحتها بنجاح جولتها الاوروبية، فيا ترى ايه هي؟ بالوقت اللي عم بيشارك ولد اطفالها جيرارد بيكي بكأس العالم، بتجوب شاكيرا عدد من المدن الاوروبية لاحياء عدد من حفلات جولاتها الغنائية الدورادو، ويلي ما تأثر الحضور الجماهيري فيها رغم مباريات وورد كاب بروسيا. وأشعلت شاكيرا موقع إنستغرام بنشر فيديوهات من حفلتها، ويلي كان أكثرها نجاحاً هو حفلة بميلانو. ونشرت فيديو بيجمعها بهير فانز بميلان كشف مدى حب وولع الشعب الإيطالي فيها، وعقب حفلة بميلانو اتجهت لسويسرا لأحياء حفلة بزوريخ، ومن بعدها بوردو بفرنسا لأحياء الحفل 12 ضمن الجولة. ورغم هالنجاح الجماهيري للجولة إلا أنه ما خليت من بعض الأخبار يلي عكرت مزاجها، حيث تم توجيه الاتهام لها بدعم النازيين بسبب النكلس الخاص بجولتها ويلي بيحمل رمز الشمس وهو السيمبل يلي بيرمز للنازية، فاضطروا لوقف بيعه بالمتاجر حول العالم. الجدير بالذكر انه شاكيرا رح تختم جولتها ببلدها الام كولومبيا يوم 3 نوفمبر المقبل. كولومبيا كولومبيا. واحنا لسه في موازين ومعانا دلوقتي رويدة عطية اللي هتكشف لنا حصريا لبرنامجنا لمين غنت اغنيتها الجديدة تاعة. اختارت رويدة انها تعلن عن اسعد خبر في حياتها من خلالنا، واللي علشانه غنت له تعب بمهرجان موازين. اغلى 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 حدا حيكون بحياتي قريبا ان شاء الله حتكون له زين. فرحة بتبان ها
حتى هلا لما بس كون عم غنيها وبس قول مقطع معين بنادي باسم زين بصير ابكي. الله لا يحرم اي بني ادم من هذا الشعور. هلا انا دخلت بالرابع بشهر الرابع، فالله يتمم لي على خير ان شاء الله. الخبر اكيد صادم لكل محبيها، خصوصا ان عمرها ما قالت انها متجوزه قبل كده، ولا كان باين عليها الحمل على مسرح موازين. حتى لما اتسالت بالمؤتمر الصحفي قالت بس انها بتعيش قصه حب. هو رجل اعمال مغترب لبناني، هو بس مغترب يعني مش حاذكر الجنسيه حتى. والحمد لله رب العالمين انه انا ربي اسعدني ووفقني بحب حياتي برجال. ان شاء الله انا بتمنى اي بنت تتزوج حدا بمواصفات زوجي، لانه حدا كثير محترم، حدا كثير بيشبهني بكل شيء. ابو سمرة ابو سمرة كده عمره انا بامره الى اسمه غسل العسره. وخافت رويدة من انه يتقال عليها مين مغدا، زي ما حصل مع مريم فارس بسبب اخفائها لهويه زوجها. شو اسمها تقول مين مغدا؟ لا بس هي معروف عنها انها بتفضل تكون حياتها الشخصيه بعيده عن الاعلام والسوشيال ميديا، ودي من الحاجات اللي هي وجوزها فيها شبه من بعض. نحن مش هيك، بس حابين شوي يكون عنا هالمحل اللي خاص فينا. وهو ما بيحب السوشيال ميديا، حتى هو ما عنده سوشيال ميديا، يعني اذا حاولت تدوره يعني ما حد لقوه. كمان واضح ان هي وجوزها اتفقوا انها تبعد بيتها واولادها عن شغلها. يمكن ما حيكون في عندي طرح لحياتي العائليه اني انا اقدمها للناس، ما حاستخدم اولادي، ما حاستخدم زوجي كوسيلة دعم لي، دائما شغلي حيكون هو الدعم لي. سكنتك بقلبي كان القلب بيتك. كده بتكون خلصت حلقتنا لليله. ما تنسوش طبعا تتواصلوا معانا على السوشيال ميديا او على روتانا دوت نت. شكرا للمتابعه ونشوفكم بكره. باي باي.